عمو حسن يا سفينة. روي فوتون بعدي هيك، أنا بعرف سوقه للقارب. غليظ. بس المارش تبعه وين بالضبط؟ وين؟ لازم نلاقيه بالأول. أها ليك هون. وهي شغلنا. رح نرجع. عمو حسن، عمو حسن. أهلين بنتي الحلوة. آه منك آه. بس انزل رح بوصل الأرض، ماني مصدق اني رجعت. تعي تعي بنتي تعي، يلا تعي. نازلة نازلة. هاتي عنك لشوف. طلع. آه ما شاء الله ما شاء الله، برافو عليكم. خدي لشوف، حطيهم هني. شوف عمي شوف، شوف قد ايه صدنا بهالطلعة. شو هالسمكات اللي صايدينهم. ايه شو صار معكم؟ مشي الحال؟ ايه صدنا السمك. مو هذا قصدي، قصدي حليتوا مشاكلكم؟ يعني مشي الحال وتصافت قلوبكم ها؟ يعني. مشي الحال عمي مشي الحال. يلا خليني ساعدك. حملي معي فوتون. ايه يلا. يلا يلا بس ديري بالك. امسك امسك بسرعة. هاتي عني. شو رح نعمل بكل هالسمك ها؟ شو بدنا نعمل يعني؟ رح ناكلهم. معناتها لازم تحضر حالك لأنه رح ناكل أسبوع سمك. اسمعيني فوتون. بدي تعتذري عن الشغل مع مراد بالفيلم بأسرع وقت، والغرامة المالية أنا بحلها. هاي